يلا هيك بترحب معايا اول مره ترحيب حارب على اربيل يا هلا هيك يلا هي. السلام عليكم. عليكم السلام. حي الله الاربيل. حي الله من قال واللي ساكنين باربيل. والله والنعم. حي الله الامباير. يا هلا وسهلا. ايش عندك امباير؟ بخبل. ايش عندك امباير؟ اربيل كلها تخبل. هلا بيكم. اهلنا وناسنا. بوجودكم حبيبي حبيبي. موضوعنا اليوم موضوع طريف. نعم. اذا انحكت قدامك نكته. ايه. سواء كان من صديق او مو من صديق، يعني من واحد مثلا من اصدقائك من البعيد. نعم. وهاي نكته ما تضحك، راح تقول له ما تضحك لو راح تضحك مجامله. والله بصراحه يبقى على الموقف، مثلا اذا اكو مشكله واحد يريد يحل المشكله وحكى النكته راح اضحك او احل الموقف، احاول انه مثلا اتفادى هاي المشكله بهاي النكته، اذا تعرف تتفادى المشكله بهاي اي فاضحك. واذا كان واحد من اصدقائي والموقف ملائم اقول له ساكت احسن لك، او بالعاميه غير كلمه كذا. صاير فيك؟ طبعا طبعا صاير بيك. واحد حاكي نكته ما ضحك. هواي مرات. اي هواي مرات. زين صاير بيك واحد حاكي لك نكته وهي مخلصه وانت منتظر هيك منتظر هي ما ضحك وانت منتظر؟ لا منتظر عود نهايه اقوى بس ما في نهايه. شكرا جزيلا حبيبي. هلا شكرا بالبصره حبيبي حبيبي. شرفتنا انت بالبصره. اهلا وسهلا فيكم. الشرف. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. حافظ نكته؟ لا والله. دعتي وحده صغيره. زين اليوم موضوعنا اذا انحكت قدامك نكته. نعم. هل راح تضحك مجاملة؟ لو راح تسكت؟ لو راح تقول له هاي النكتة مو حلوة أو تحرجه مثلا؟ يعني النكتة إذا كانت تستاهل ضحك أضحك بيها، إذا كانت ما تستاهل أسكت، يعني ما حاجة جامل. يعني ما تقول له مثلا؟ لا ما جامل، مجاملة مو حلوة. مو حلوة. صايرة بيك؟ اي والله صايره بي. هواي هواي صايره بي. اي والله دعتك كلش والله ما اقدر انحرج. هواي ما يمتى 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 يعني اخر فتره قبل يومين. اي اي والله صار موضوع وضحكوا الجماعان الله الساكت. اي هو شنو هو ظل يباوع؟ هو ظل يباوع قال انت ما مربط ويانا. وهنا أنا الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فاضل. فاضل شلونك حبيبي؟ الله يعزك. شلون صحتك؟ نفس السؤال فاضل. والله هي المجامله بكل الاحوال مو حلوه. يعني اليوم يعني تطقها طق بطق وياه؟ والله انا من طبيعتي طق بطق. أدي الصراحة فوق كل شيء. شو تقول له مثلا إذا حكاك نكتة مو يعني أقول له لو مفكر بغيرها أفضل لك من هذا الشيء. والله لأن الصراحة يعني أكو شيء هو ما يضحك، أنت تحكي ليش؟ وأكو شيء يستوجب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرف حضرتك. محمد. محمد. وهنا سجاد حبيبي. حافظ نكتي؟ أي شيء راجع فكرك. وحدة صغيرة. أكو واحد سيلو. إيه. أكبر أقوى حيوان بالعالم ياهو. قال لهم الدودة. قالوا له شلون؟ قال لهم ذاك يوم الدودة خبلتني. راح الدودة طبت بنقطة مال الكهرباء. إيه. جاب شيش حديد. ايه. عمود يقتلها وراها. قامت شيله وده قبل قاع. شيله وده قبل قاع. هسه انت توقعت ردة فعلي شنو انا؟ والله يعني ردة فعلك. ايه. بعد. زين انت اذا انحكت قدامك نكتة. ايه. من شخص وهاي النكتة ما تضحك. ايه. هل راح تقول له ما تضحك لو تسكت لو تضحك مجاملة؟ لا اكو تضحك مجاملة اكو لا اقول له مثلا لا بايخي يعني اقول له بايخي. اقول له بايخي. تقول له رأسا. صايرة بيك؟ صايره بيا هواي 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 صايره. يمتى يمتى اخر مره صارت فيك؟ يعني قبل فتره يعني قاعدين اصدقاء بيناتنا وهاي هم نكت وهاي جبت نكته ما حد ضحك قال فاشله. اذا انحكت قدامك نكته وما ضحك راح تضحك لو تسكت لو تقول للشخص هاي النكته لا اضحك لي على ما يروح لا اسلك لي شلون والله على ما يروح؟ خب ما فشلي اسوي روحي كلش تقبل احلى كلش تذب روحك بالضحك. مرحبا دكتور. حبيبي. دكتور اختصاص شنو؟ انا ماجد السير مختبرات. يا اهلا وسهلا دكتور. دكتور عندنا سؤال. حبيبي. اذا واحد حكى قدامك نكته وهاي النكته ما تضحك راح تجامله وتضحك لو تقول له راسا انه هاي نكتك مو حلوه؟ حسب معزته وحسب ميانتي وياه. حسب اذا عزيز علي وراح اضحك له شو اسوي؟ مجامله. خلي الامور تمشي. صايره فيك؟ يعني مرات. اي صير. يعني احتمال تقول له يعني اذا احتمال اقول له اذا عندي ميانه وياه راح اقول له انه النكته بايخه. زين شنو رايك بالنكته المطوله هذه اللي يحكي يقول كان اكو فد واحد هذا راح وبعدين وانت منتظر الزبده تريد شنو رايك بيها؟ ما اصبر عليه. لا شو تقول له؟ اقول له فضحه. السلام عليكم. شو صح نتعرف حضرتك؟ حيدر. حيدر شو علينا صوتك؟ حيدر حيدر حيدر. تحب النكات؟ اي احب النكات. زين اذا واحد من اصدقائك او مو من اصدقائك حكى لك نكته وما تضحك راح تقول له ما تضحك لو راح تضحك مجامله؟ والله اكثر اضحك مجامله. لا مضطر. يعني صايره بيك وانه شخص هوايه هوايه هوايه. اذا انحكت قدامك نكته وهاي النكته ما تضحك
هل راح تضحك قدامي شخص واقول له مو حلوه؟ لا والله قل له مو حلوه كلش راسا طق اي طق طق تعالي ملا غيرك شيء يضحك خاطر واحد يعني صاير بك هالموقف؟ لا مو طبعا صاير بي اي اذا مو حلوه قل له مو حلوه قايل له مو حلوه اي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حبيبي. نفس السؤال اذا انحكت قدامك نكته وهاي النكته مو حلوه راح تقول له مو حلوه لو راح تضحك مجامله؟ لا ما اقول له مو حلوه اضحك مجامله على اعتبار يعني قاعدين يم مجتمع ما اريد افشله. اي بالضبط صايره بي اجامله ابتسامه حتى لو خفيفه كانت. انت ما حافظ لك شيء؟ لا والله تقول لي اياها حتى بالكتاب؟ لا والله ما حافظ. شكرا جزيلا.